الموسيقي الشاعر محمد حمود قضى منتصف العمر في الترحال 43 عاما بين السعودية والولايات المتحدة. يكفي أن يكون من بلدة مشغرة اللبنانية ليصبح بعيد كرمال مشغرة يكفي أن يكون من بلدة مشغرة اللبنانية ليصبح شاعرا. أهلا بالأستاذ محمد، تفضل. يعني الله يخليك. يا هلا يا هلا. يسعد مساكن يا أغلى ويا أعز حباب، يلي هواكن ملكني وعاش بذنوني، مهما خيالي إفي والجسم ما عنكن غاب، انتو بقلبي ولكن مرسال بعيوني. هاي افتتاحتي لكم. في ابيات شعرية بالعامية اللي بحق اللغة العربية الحبيبة على قلبي كتير كتير وعلى قلوب الجميع وبحق الشعراء والأدباء. يا أمة اقرأ اللي نزلت بآياته المجيدة، وبالكاد منا حدا يقرأ الجريدة. الغرب أخذ منا العلم بوقت المجيدة، وأخذنا مقابلها الأفكار الزهيدة بفضل حكام ظلام ومكيدة. بفضل حكام ظلام ومكيدة نصبوا حالهم زعام وحماة العقيدة، وخالفوا القرآن والسنة الرشيدة، وبددوا ثروات الشعوب الطريدة، وشرذمونا وشردونا شر تشريدي. ويا صاح شو اللي طالع بإيدك وإيدي؟ إن شاء الله تجف الآبار المفيدة ويرجعوا أعراب ويصفوا على الحديدة. مسا الخيرات يا وجوه السعيدة، ومسا الأنوار حدي ومش بعيدي، كرمال عيونكن أنا انضمت القصيدي، وأول تجربة إلي خطوة جديدة. إن شاء الله بتنال عجبكن وما تفشل. يا أهل الفكر والكلمة العنيدة، وهي السيف بالجملة المفيدة، زرعتوها مباركي بتربي وليدي، وحصدتوها سنابل خير بوقت الحصيدة. غنيتوا العلم بكنوزه الفريدي، غنيتوا العلم بكنوزه الفريدي، وشفيتوا قلوب عن أهلها بعيدي، ونشوتوا الروح بالكلمة السديدي، ونظمتوا الشعر بأحلى قصيدي، وزينتوا الكتب بدواوين العديدة، حميتوها بحصون وقلاع وعقيدي، بعد ما صار هاي وبونجور وصبا عادي جديدي، إن شاء الله لغتنا بفضلكم تبقى عتيدي. بدي خيركم أجرب شوي. استفيدك بالدار، وعقبال باب الشمالي طولوا وفي لا ايد لاحت الي لا شال لا زنار، حتى ولا اصفت حبق بالسر مقطوع في خبيت جرحي معي مسألت هاك الجار، يلي عليكي شلع نظرات
ملهوفي بفزع يلي احد اخدك معه مشوار يشعل بقلبي الغضب وتجلد حروفي. كلفت طير المساء يتنسم الاخبار ويحمل رسالة وفاء تحكي عن ظروفي ويسأل عليك بعين العاشق البتغار بركي عذكر الوفاء بتتعودي توفي. ولما قطعت الأمل رحت وكمشت النار تحرك ضمير العشق بالشاعر الصوفي وحتى ما انسى الاسم جنة النار وصار يكتب لهيب الجمر اسمك على كفوفي. يسعد مساكن يا أعز حبابينا يسعد مساكن يا أعز حبابينا من مركب عمركب حرام تروح يا عمري عمر كاب مثل كب الجواهر بالتراب. عجيك علي حي الزمان اللي جمعنا ولمينا حي الزمان اللي جمعنا لمينا ومن كتر الركض وجعوني وراكي دخلت الصخر لا ادخل وراكي لهد الصخر عن اربع ابواب. عيونك سود والكحلي عليهم ويلا يا عاشق بصبص عليهم مدري ملائكة السماء طلت عليهم مدري طليتي والقمر غايب. دخيلك من قبالي مات في الليد بالوردك يا روحي ومات في الليد وشعرك بإيديك مات فليه أنا بفليه برموش الهدايا عيني يا عيني يا عيني ما 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 اي 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 يا شو رايكم كفي عتابة مش أفضل؟
زياد ناصر. زياد في ميكروفون في صوت. زياد نصر قمر في سماء منتدانا. نراه كل شهر بدرا مشرقا في لقانا، ولا أدري إذا كان من الصدفة أن تكون فرقته من المهندسين. المهندس ناصر الحج هو رئيس اللجنة الفنية، رئيس اللجنة الفنية في مركزنا. المهندسة سوسن ياسين، المهندس أسامة مصري زادة، مهندس الاحتفال حسن بزي. إذن مع اللحن، مع الصوت، مع الوتر، مع الفن بأحلى صور، صفقوا وهللوا ليطل القمر. الشباب ما يعزوني، فطول بالطول بالطول.